هنالك قصور وتقصير كبير في الجهاز القضائي، لأن الذين استشهدوا أثناء التماس الكهربائي لا زالت التحقيقات جارية، ولم نعرف ما هو السبب الحقيقي لهذه الفاجعة ولهذا الحريق الذي راح ضحيته 9 شهداء وتقريبا 15 جريحا. للأسف أنه 5 من هؤلاء الذين استشهدوا هم قد أفرج عنهم القضاء، لكن قد تعطلت أوراقهم لدى المراكز ولدى بعض الجهات المسؤولة. لا زال التحقيق جاري، ولم يكن هنالك أي هروب لأي سجين، بل أن كل المعتقلين هم الذين أخرجوا المعتقلين الجرحى والشهداء، وحتى أخرجوهم خارج السجن ومن ثم رجعوا إلى المعتقل من غير أن يهربوا. حقيقة يؤلمنا ويؤسف هذا الحادث، وآلمنا كثيرا عندما علمنا أنه بعض الضحايا تفحموا نتيجة الاحتراق، والبعض الآخر كان بسبب الاختناق. هذا إن دل فإنما يدل على أن الحالة كانت صعبة جدا، والحالة يعني تتعب حتى لا يستطيع الإنسان أن يعبر ما يجول في خاطره. لكن نحن لا نسبق الأحداث ولا ندلي أو ولا نحمل مسؤولية أي طرف لحين اكتمال التحقيقات.